السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معانا فيديو هقولك لو انتي متخصصة بروتين مبتدئة يبقى بالنسبة لك الفيديو ده مميز شوية. الفيديو النهاردة هنتكلم عن او هنعمل صبغة بدون تفتيح، كونتراست بدون تفتيح، وطبعا هنعملها قبل جلسة الفرد. وكمان احنا عندنا العميلة دي هتعمل اعادة جذور، يعني هنعرف في الفيديو طريقة توزيع المادة في اعادة الجذور بنعملها ازاي، وكمان هنعرف طريقة الكوي او كبس المادة على الشعر في اعادة الجذور هنعملها ازاي. وطبعا مادام انا هستخدم صبغة كونتراست يبقى هبدأ الاول بالصبغة. دايما انا بحب قوي اني ما اضطرش ان انا اصبغ بعد جلسة الفرد. دايما بقول لكم مش بعد ما الشعر اتعالج وفردناه ورطبناه وقضينا على التقصف والهيشان ارجع تاني اضطر ان انا احط صبغة وامونيا واكسجين، لا. فانا بحب قوي او بعشق قوي الحاجات اللي هي بتتعمل قبل جلسة الفرد، بعملها وبخلص منها بقى خلاص ونعمل جلستنا بقى ايه على خير كده ان شاء الله. فدايما بقول لكم انا الكونتراست ماكسيما من الحاجات اللي انا بحبها لان بشتغل بيها من غير تفتيح. المتخصصات او الكوافيرات دايما هيبقوا عارفين ان اللون الاحمر ده ما بيطلعش غير بعد البروتين، او مش هيتظبط غير جلسة بعد البروتين. ازاي بيعملوه؟ بيعملوا الاول تفتيح او سحب لون، وبعدين يعملوا جلسة البروتين، وبعد كده يعملوا اللون الاحمر. لو عملوا العكس، لو فتحوا وبعد كده عملوا اللون الاحمر وبعد كده عملوا جلسة البروتين، الاحمر بينزل اثناء الجلسة ما بيبقاش احمر اصلا. فانا الكونتراست ده بالنسبة لي انجاز. انتوا تخيلوا انا اصلا صبغت من غير تفتيح من غير سحب لون وعملت الصبغة قبل البروتين او قبل جلسة الفرد. فدي طبعا حاجة انا دايما بنصح بيها، ان انت لو هتعملي الوان على بنيات او على احمر استخدمي الكونتراست من ماكسيما. طريقة الصبغة بقى ازاي؟ زي ما تعودنا الكونتراست بحط لها الاكسجين تركيز 30، لان احنا تعتبر كده احنا بنفتح بيها، وبنحط معادلتها او النسبة بتاعتها 1:1. انا هنا كنت خلاص بدأت ان انا اوزع الصبغة على الشعر. زي ما انتوا عارفين ان انا دايما بقول لكم بسيب زي 2 سنتي بعيد عن الجذور، والجذور دي بضيفها يعني تقريبا اخر 10 دقايق. ما بحبش ابدا الجذور تترقع معايا، لان الجذور بتلقط اللون على طول وبتفتح على طول، فانا ما بحبش حركة ان الشعر يبقى من عند الجذور فاتح واللي من ورا اغمق. فالعشر دقايق الاخرانيين دول بيبقوا كافيين قوي ان هما يفتحوا معايا الشعر ويدوني لون الشعر اللي ورا. خلصت توزيع الصبغة خلاص على الشعر كله، وفاضل معايا بس الجذور. بسيب الصبغة يعني في حدود مثلا من نص ساعة لساعة الا ربع، وعينك على الشعر. اول ما تحسي ان هو خلاص خد اللون اللي انت عايزاه او وصل اللون اللي انت عاوزاه ابدأ اوزع الجذور. خلاص بقى اول ما بتلاحظي ان لون الشعر ادى اللون اللي انت عاوزاه او وصل للون اللي انت عاوزاه بتبدأي بقى في توزيع الجذور. تحاولي ايدك تبقى سريعة شوية في التوزيع بحيث ان الشعر ما يلطش معاكي، او الشعر يفتح كله في نفس الوقت، ما يبقاش في مكان في الشعر فاتح ومكان غامق. وطبعا بتشبع الشعر كويس جدا، احنا شغالين من غير تفتيح.
بص بقى ما شاء الله، احنا هنا الشعر بعد ما غسلناه طبعا غسل حلو عشان هنحط دلوقتي المادة اللي هنشتغل بيها الفرد. الشعر اللي ورا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين ما تأثرش بالصبغة، الشعر بلمعته. زي ما قلت لكم احنا هنا النهاردة ان شاء الله هنشتغل اعادة جذور بعد 3 شهور. الشعر كان اللي جاي اللي ورا ما شاء الله كان بلمعته وبفرده، والجذور الحمد لله يعني زي ما انتوا شايفين كده برضو الجذور متحسنة خالص. هنتكلم بقى دلوقتي عن توزيع المادة في الجذور لما تجيلك يعني إعادة جذور. هو انا ينفع احط مادة على الجذور بس وما احطش على الشعر القديم او الشعر المفرود؟ بصي دي حاجة خطأ جدا، ممكن تعمل لك او تسبب لك تقطيم للشعر. طب انا في طريقتين ممكن اعالج بيهم الجلسه ديت. انا هنا مستخدمه كولاجين، فانا الماده اللي انا حطيتها من فوق بنزل بيها على خفيف على تحت، يعني بدلك الاول الجذور الجديده وانزل بيها على تحت. طب لا اما احط ترميم في القديم المفروض واحط ماده الفرد اللي انا هستخدمها في الجذور الجديده. مكوه البروتين سخنه او حاميه ما ينفعش، ان دي يعني مخصصه ان انا اعمل بيها شعر محطوط عليه ماده او محطوط عليه بروتين. ما ينفعش ابدا ان انت تقولي انا هحط ماده في الجذور تيجي بقى تكوي، هتنزلي مكوتك هتنزل غصب عنك من الجذور على الشعر المفرود، الشعر ده هيتقطم على طول. لازم يكون في ماده. يا ريت يعني اتمنى ان انتوا تكونوا ايه فهمتوا قصدي ايه. نفس الفكره بقى زي ما انتوا شايفين في الكوي اهو، انا بحط ركي الاول على الجذور. تشوفي عدتك انت بتعدي مثلا 7 8 او على حسب نظرك انت بتشوفي الشعرايه اكتفت على كده، بروح نازله مثلا مره او مرتين على الشعر المفرود، بحيث ان الشعر انا عندي ما شاء الله الشعرايه مفروده ما فيهاش اي كسره. بس الحركه دي كمان بتضيعلي اي تقصيفه، كانك عملتي ترميم للشعر المفرود، بحيث ان العميله تطلع من عندك بقى الشعر يبقى كله ما شاء الله مش محتاج اي حاجه، الشعر كانك فردتي الجديد وعملتي ترميم للي ورا. زي ما انتوا شايفين اهو انا بوضحها لكم تاني، ان انت بتحطي ركك او بتعدي عدتك الاول على الجذور الجديده 6 7 8 على حسب ما انت شايفه الشعر قدامك عايز محتاج ايه، وبنزل بمرة أو مرتين على الشعر المفرود. طبعا حركة بقى ان انت تتني المكوة دي انا قلتها لك كذا مرة عشان تضيعلك او تدريلك اي تقصير في الشعر. احنا ما شاء الله هنا خلصنا الحمد لله الجلسة، يعني كانت جلسة خفيفة وجميلة ما شاء الله، اللون يعني حاجة تفرح ما شاء الله بدون تفتيح، وعاملينه قبل جلسة الفرد، الشعر لامع و يعني ما شاء الله تتهنى بيه بإذن الله. أتمنى أكون فدتكم، ويا ريت اللي عنده أي استفسار يتفضل في الكومنتات وأنا تحت أمركم.